بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يا رب بخير جميعا. راح نحكي النهاردة إن شاء الله بإذن الله تحت عنوان الأساسي، يعني إيه دوم، أو تحت العنوان دي أو إن. بس قبل ما نحكي في موضوع الدوم عايزين نمشي ستيب باي ستيب كده، يعني هنحاول نراجع على نقط اوريدي احنا سبق وربما نكون اتكلمنا عنها، هنحاول نوصلها بشكل او باخر ونحكي القصه من الاول خالص. قلنا اني في البدايه خالص قبل ما اساسا ندرس الجافا سكريبت ان انا كان عندي 3 كور تكنولوجيز للويب، صح كده؟ قلت ان انا عندي 3 تكنيكات اساسية ومهمة خالص. كان التكنيك الاولاني خالص كان اسمه HTML. التكنيك ده كان خاص به سميته الكونتنت، او سميته المارك اب، وده كان خاص بالمحتوى بتاع الموقع، فين باراجرافاتك، فين قوائمك، فين النصوص البولد بتاعتك، النصوص اتسلف نفسها، ده الكونتنت، ده النقطة الأساسية اللي مبني عليها كل شيء، وده بيكون الستيج الأولانية اللي لازم تكون موجودة علشان بقية الستيج تشتغل. جميل. بعدين كان عندي تكنولوجي تاني، التكنولوجي التانية دي كانت الـ CSS، واللي فيها انت اتكلمت عن البرزنتيشن او اتكلمت عن ما نطلق عليه المظهر، وفي المظهر وده كان خاص بالفيل او اللوك اللي فيه اساسا بتتحكم في ظهور الكونتنت ده، يعني البرزنتيشن مبني بالاساس على وجود الكونتنت، انت بتحاول تستايل الخطوط والالوان والخلفيات بتاعه عناصر اوريدي موجود. ها يعني انت بتتكلم عن مثلا العنوان الرئيسي عايزه يكون فين بالظبط من الصفحه، ها العنوان الرئيسي ده كونتنت. طيب الخلفيه عايزها يكون لونها ايه بالظبط، حتى بدليل لما انت كنت تكتب اكواد السي اس اس كنت تكتب كان في كنت ساعات تكتب بالجنرال سيلكتورز، عارف انت بره الاي دي والكلاس، كنت ساعات تنادي على اتش 1 وتكتب ستايلاتك، كنت تنادي على البادي وتكتب ستايلاتك، بتستايل الكونتنت اتسلف. حلو. الليفل الثالث بيكون عباره عن ايه؟ الليفل الثالث بيكون عباره عن الجافا سكريبت، وهنا احنا بنتكلم عن البيهيفيور. ولما يجي الكلام عن البيهيفيور، انا طبعا فانت برضه بتتكلم عن البيهيفيور بتاع الكونتنت، ها يعني ايه؟ انت محتاج الصفحه كام ثانيه بالظبط بعد ما هي تحمل علشان مش عارف يظهر لك مسج بوكس، محتاج مش عارف والله ايه اللي يحصل لما اليوزر يبعت الفورم فاضي، مش عارف ايه الوقت المستغرق من كام ثانيه لغايه لما مثلا السلايدر اللي انت حاطه فوق يتغير ما بين الصوره الاولانيه والصوره الثانيه. انت بتتكلم عن ايه؟ عن البيهيفيور. فالبيهيفيور بيجي في الجافا سكريبت. حلو كده، جميل. ديت النقطه الاساسيه او دولت الملخص اللي حابين نقوله بشكل مبدئي، تمام كده. اوكي، عندنا قصه ثانيه غريبه شويه. بفرض مثلا يا جماعه ان المربع الكبير الاخضر ده هو عباره عن الاوبريتنج سيستم او نظام تشغيلك، وده بمنتهى البساطه بنقول عليه برنامج. البرنامج ده ليه مطلق الصلاحيات في انه يعمل لوكيتنج للسورسز بتاع جهاز الكمبيوتر علشان يشغله بشكل اساسي. حلو الكلام، منطقي، جميل. لو حبينا نقول ان اندر اوبريتنج سيستمز في لغات برمجه كتير، حاجه زي مثلا سي بلس بلس، حاجة زي مثلا جافا، دول بيشتغلوا بشكل مباشر وبيكلموا الاوبريتنج سيستم. انا في القضية الجدلية بتاع جافا سكريبت اخرها فين بالظبط؟ الحقيقة يا جماعة، هل احنا لغاية دلوقتي احنا قطعنا شوط كبير جدا في الكلام عن جافا سكريبت كور؟ كل الكلام اللي حكينا فيه من اول حلقه جافا سكريبت في التوتوريال ده لغايه الحلقات بتاع الدوم كان بيتكلم عن جافا سكريبت، كان بيتكلم عن جافا سكريبت كور، جافا سكريبت از سكريبتنج لانجوجز، ما اتكلمتش خالص عن جافا سكريبت فور ذا ويب. من اول الدوم هيبتدي الكلام عن جافا سكريبت فور ذا ويب. هل يا جماعه من محتوى الحلقات اللي فات ده، وده يعني ربما يكون اتعرضنا ل
تفاصيل ربما تكون بسيطة شوية، أو أحيانا كنا بنتكلم عن أمور عميقة شوية، لكن هل اتكلمنا عن من خلال جافا سكريبت إنها تقدر تأكسس على اللوكال فايلز؟ هل كتبنا كلمة من الكلمات المحجوزة في الذاكرة عند الجافا سكريبت كانت خاصة بإزاي أعمل مثلا لوكيتنج للريسورسز، إزاي مثلا أدي أدخل الجافا سكريبت ليها صلاحيات إنها توصل لملف معين موجود جوه جهاز الكمبيوتر؟ ما حصلش. هل جافا سكريبت نفسها ليها أوامر كانت خاصة إنها تأكسس على الهاردوير مثلا زي الكاميرا او الهارد درايف بتاعي او تفتح الرايتر بتاعي؟ ما حصلش. هل اساسا جافا سكريبت ليها اكسس بشكل مباشر انها تدخل على الداتابيز؟ ما حصلش. الكلام ده بيخلي الناس اللي مثلا تدرس جافا سكريبت فتره من الزمن تلاقيها ترجع لورا تاني. يا جماعه جافا سكريبت مش معموله علشان تبقى زي سي بلس بلس او جافا كلغات تقدر تكتب برامج تشتغل اندر اوبريتنج سيستم بشكل مباشر وليها صلاحيات ك بروجرامينج لانجويجز. ما انت بتحكي في ايه؟ انت مش بتحكي في لغه برمجه، يبقى طالما في لغه برمجه يبقى في انبوت واوتبوت، يبقى طالما في انبوت واوتبوت يبقى لازم تشتغل على الرام وتاكسس على ملفات الموجوده في جهاز الكمبيوتر. اكشولي جافا سكريبت مش معموله علشان انها تكون جنرال بيربس يا جماعه. جافا سكريبت سبيسيفيك على نقطه مهمه جدا 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 في قلب الاوبريتنج سيستم، وهي بتكون عباره عن البرنامج الملعون اللي سميناه الويب براوزر. وناخد كلوز لوك شويه لموضوع الويب براوزر، وهناخد المربع ده كده ونطلعه بره، تمام كده؟ لو حبينا نقول ان ده الويب براوزر، الويب براوزر ده كل قصته انه بيعمل رندر لما نطلق عليه الويب بيجز. الويب بيجز دي اتسلف نفسها هنا تقطن وتعيش جافا سكريبت. انك تحاول تطلع جافا سكريبت بره المربع ده انت بتحاول تموتها، لان هي معموله علشان تشتغل جوه الويب بيج. بره الويب بيج جافا سكريبت مش هتدي لك الحاجات اللي في بالك، وان كان مع التحفظ طبعا على النص بالكامل، لان في تكنولوجيا جديده دلوقتي ادت جافا سكريبت صلاحيات كتيره جدا جدا، او خلتها بشكل كبير انها مثلا تشتغل على ديسك توب ابلكيشنز باستخدام وسائل مساعده، واحنا مش بصدد الكلام عن الامور ديت في التوتوريال ده او في الكورس ده. ده نقط حابين نحصلها قبل ما ندخل على الدوك. لسه تاني معايا امر عايز نحكيه. القصه ايه يا جماعه؟ كانت عباره عن قصه حب. قصه حب ما بين ما نطلق عليه صاحبنا اللي بيحاول يفتح موقع معين، ده الويب براوزر. صاحبنا راح في شريط العنوان وراح كاتب مثلا الموقع بتاعه، اوكي، وعامل انتر. بمجرد ما صاحبنا دايت ضغط انتر، اوتوماتيكلي الشبكه بتفهم انه صاحبنا عايز حاجه، فطالما عايز يبقى بتبعت حاجه اسمها جيت ريكويست. ده عدد، ده هاردوير، ده نتوركينج يا جماعه. حلو، بيبعت جيت ريكويست. الدي ان اس بيحاول يوصل بالظبط للجهاز اللي فيه الداتا اللي عايزها صاحبنا ده. الجهاز اللي منيل ب 60 نيله اللي فيه الداتا ده بيكون عباره عن السيرفر، جهاز معني بالقصة بتاعت انه يخدم الكليانت ده، الكليانت بي سي. لو حبينا نبص على السيرفر ككلوز لوك هنلاقي انه هو عبارة عن جهاز معني بالكلمة بتاعت سيرفينج، وجوه منه في حاجات كتيرة جدا واوض كتير جدا ودنيا زحمة خالص، زحمة بجد كتير. واول ما بيدور طبعا على الجيت ريكويست صاحبنا عايز حاجه من نوع معين، الداتا اللي هو عايزها. اول ما يوصل عند السيرفر يبتدي يسال نفسه سؤال، يا ترى فين خزنتها، فين يا ترى فين، لغايه لما يعمل لها لوكيتنج. هو عايز الداتا اللي موجوده هنا. الداتا اللي موجوده هنا في الجزء ده من السيرفر يا جماعه بتكون بالاساس عباره عن ريسورس، ممكن تكون ملف ويرد، ممكن تكون ملف نص، ممكن تكون مجموعه من الملفات، ايا يكن، المهم هو عمل لها ما نطلق عليه باللوكيتنج.
ها يعني عرف بالظبط فين الباص. حلو خالص. فيروح رادد على مين؟ على جهاز الكليانت وبيقول له انا لقيت الداتا اللي انت عايزها دي. حلو كده، جميل جدا المفهوم والمصطلح ده. طيب هو طبيعه الداتا اللي بتحاول يبعتها السيرفر لجهاز الكليانت بتكون داتا من نوع معين، بس بالاساس يا جماعه انها بتكون عباره عن، خلينا نجيب القصه من البدايه. الاول انها ملفات HTML. طيب حلو، يجي جهاز الكليانت يعمل ايه؟ بيعمل مصطلح سبق وان احنا اتكلمنا عنه قبل كده اسمه بارسينج. بارسينج بمنتهى البساطه انه بيحاول يقرا ملفات ال HTML لاين باي لاين، من فوق لتحت، من الشمال ليمين. اول جزئيه قراها لقي اني اخ ده الراجل ده عامل لينك لحاجه اسمها مش عارف مين دوت سي اس اس. يعني وهو بيعمل بارسنج بيقطع اجزاء المحتوى علشان يحاول يفهمها، ولقي ان ده فيه لينكات بره فيروح يعمل فيتشنج. يقول لك ده عايز حاجه اسمها سي اس اس فايل. خلاص انا دور بقى، يروح باعت للسيرفر تاني ويقول له يا عم ده في مش عارف حاجه اسمها ايه دوت سي اس اس. روح السيرفر ردت عليه مره تاني بالملف اللي هو عايزه. مثلا الملف المره دي بيكون عباره عن ملف سي اس اس. نفس السيناريو، لقي اني موجود في السطر الرابع مثلا صوره من نوع معين، يروح باعت بقى للسيرفر، فالسيرفر يبتدي كل شويه يعمل جيت ريكويست، والجيت طبعا يروح يرد عليه بان انا لقيت الحاجه اللي انت عايزها دي، وهكذا. وهو في كل الاحوال بيبتدي يعمل بارسنج. بارسنج ياخد جزئيه يحللها، يبعت يعمل فيتشنج، يلاقي داتا يدور في الكونتنت بتاع، لقي مثلا يو ار ال، انا عايز اليو ار ال دي، يجي ملف سي اس اس، انا عايز ملف سي اس اس، يجي مثلا لا قدر الله ملف جافا سكريبت، يروح باعت يقول والله انا عايز ملفات الجافا سكريبت دي، ويبدا بقى كل ملف اللي هو يجيبه يتعمل له يتعمل له اكسكيوتنج. جيد، جمع كل الحاجات الجميله دي عمنا البراوزر ده، يروح يا جماعه حاططها فين؟ حاططها في حاجه كده زي مخزن اوضه، فيها كل الكلام اللي هو جمعه، كل الكلام ده يبتدي يتحط جوه حاجه زي كده internal data structure. حلو، والinternal data structure ديت هي بآلية معينه اللي بتعمل لك ما نطلق عليه الريندر للبيج، فعلشان كده تظهر لك حضرتك الصفحه بتاعك بالشكل اللي انت عايزه، الصوره ومجموعه النصوص ومثلا الزراير وكده، تظهر لك الويب بيج بتاعتك كامله. ما بين الكلام ده كله العناصر، البراوزر اللي بيعمل رندر للبيج، والسيرفر اللي بيحاول يبعت الداتا ويجيبها، انت ارتكزت على تكنولوجيز مهمه جدا بتكون ال HTML وال CSS وال جافا سكريبت. طيب النقطه اللي انا عايز يعني اعالجها، بعد ما البراوزر بيعمل ريندر للبيج، الحقيقه يا جماعه هو بيعمل ببلش لحاجه اسمها الدوم، وهو ده الكي اللي احنا عايزين نحكي مع بعض. الدوم اختصارها للثلاث حروف اساسيه، ال دي فور دوكيومنت، الاو فور اوبجكت، الام فور موديل، واحيانا بيقولوا عليها ماب. ماب ده معناها خريطه. ها بالظبط كده، ده اللي انا عايزك تفهمه، ان البراوزر بيعمل بابلش، بينشر الماب او بينشر الخريطه دي. الخريطه دي عباره عن تمثيل للداتا اللي كل شويه تعمل لها بارسنج، كل شويه كل شويه تروح وتيجي تروح وتيجي، ده عباره عن ايه؟ يبقى الويب براوزر ليه اليه، الاليه دي بيقدر بيها يتعامل مع الداتا وبيشكلها فيما نطلق عليه دوكيومنت اوبجكت موديل. ايه بقى الدوكيومنت اوبجكت موديل ديت يا جماعه؟ ديت عباره عن شجره.
الشجرة ديت فيها كل العناصر اللي انت محتاجها. يعني مثلا عندك العنصر الاولاني بيكون عبارة عن الروت ال HTML الكبير، وجوه وتحت منه انت اخدت بالك ان هو كان مقسوم في حاجتين، حاجة اسمها هيد وحاجة اسمها مثلا بادي، وجوه البادي انت اخدت بالك ان في مثلا حاجة زي ايمج، وجوه الايمج بيكون في معرفش ايه. ديت يا جماعة الدوم. يبقى الدوم يا جماعة بمنتهى البساطة عبارة عن طريقة يقدر من خلالها المتصفح انه يفهم كويس خالص الاجزاء بتاع الويب بيج وايه اللي بيوجع عليها. ده معنى كلمة دوم. اذا حبينا نرجع للمكتبة الاساسية بتاعة W3 School وبيقول ان الدوم عبارة عن Tree of Objects، نفس السيناريو اللي احنا كنا بنرسمه. بتعمل ايه بقى؟ الجافا سكريبت تقدر تغير في عناصر HTML من خلال الدوم، تغير في الاتريبيوتس من خلال الدوم، تغير في الستايلز من خلال الدوم، تريموف اكزيستنج HTML elements من خلال الدوم. المهم الدوم ديت عبارة عن تشكيل لكل العناصر اللي انت محتاجها، زي بالظبط ما كنت ملفات CSS بتاعك بتحاول تكلم الكونتنت بتاع HTML. انت كل اللي انت كنت بتعمله حتى في التوريث كنا بنقول والله انا كنت عايز اجيب الديفيجن اللي موجود جوه مش عارف ديفيجن اسمه مش عارف ايه، فكنت بتبتدي ليك طريقه معينه تقدر من خلالها تنادي على المساله بشكل نستنج. ده بالظبط هو الدوم. اللي احنا بصدد الحديث عنه في الدوم، انا هنتكلم عن البروبرتيز والميثود والايفنتس بتاع ال HTML علشان بمنتهى البساطة السطر الأخير ده The HTML Doom is a standard for how to get, change, add or delete HTML elements. ازاي نجيب نغير نضيف نحذف HTML elements لازم يكون في Doom. يا رب أكون وفقت في توضيح المفهوم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.